يمتاز الفصل التشريعي الثاني 2021 بوجود كافه الاطراف السياسيه، موجود تنوع حزبي، شايفين عدد كبير من الاحزاب، اختفاء ظاهره الحزب الواحد. يعني يمكن البرلمان مفيش حاجه اسمها حزب غالب او حزب اوحد، ده هيدي للبرلمان قوه في التشريعات، لان احنا هنشوف اراء كتيره. يعني هنلاقي المواضيع اللي بتناقش في البرلمان هتناقش من وجهه نظر متعدده، ويمكن الاراء المختلفه دي التكامل ما بينها هيؤدي الى جوده في التشريع، كل ده في صالح المواطن المصري ان شاء الله. والاضافه اللي هتضيفها للتنسيق، بالنسبه للتنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، يمكن النهارده شايفين ال 28 نائب شباب، ضخ دماء جديده من الشباب في البرلمان هتدي قوه، هتدي قدره على مناقشه الملفات المختلفه، خاصه ان ال 28 شاب او نائب من التنسيقيه ومثلوا الطيف السياسي المصري كله. هتلاقي من اقصى اليسار لاقصى اليمين متواجد في ال 28 نائب، ده هيساعد على ان يبقى في الاراء زي ما كنا في التنسيقيه احنا بنتناقش، واختلافنا ده كان سر قوتنا، ده هيبقى موجود في المجلس. ويمكن اتمنى ان تجربه التنسيقيه تنتقل الى البرلمان ونقدر نقدم برلمان بمفهوم جديد. انطلاقا من حديثك عن فكره الشباب، هل ترى ان تمكين الشباب نشهده بقوه حاليا؟ كان في طبعا اهتمام واسع من القياده السياسيه بملف الشباب وتمكينهم وفتح جميع المجالات ليهم. وجود 28 نائب النهارده هل شايفه انعكاس حقيقي لهذا الامر؟ هو بدايه من 2016 القياده السياسيه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعطي ملف الشباب قبل تمكين الشباب تأهيل الشباب، وشفنا الكلام ده في مؤتمرات الشباب مرورا بالاكاديميه الوطنيه لتدريب وتأهيل الشباب والقياده والبرنامج التنفيذي بعد كده، وشفنا الكلام ده بعد المؤتمرات افرز مساعدين للوزراء، شفنا تجربه نواب المحافظين من الشباب، يمكن التنسيقيه ممثله بست نواب محافظين ادائهم اكثر من رائع على الارض في حل المشكلات وتواجدهم الدائم مع المواطن. ونهايه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب شايفين الغرفتين للمنظومه التشريعيه في مصر كم الشباب اللي موجود، مش 28 نائب بس، لا بنتكلم على 25% مرأة، تمثيل كبير حتى